هذا السائل حفظكم الله يقول: هل يشترط لسجود التلاوة وضوء واستقبال القبلة؟ الصحيح أنه لا يشترط له ذلك لعدم وروده، ولأن تلاوة القرآن تجوز ولو كان الإنسان على غير وضوء. حدث الذي عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب غير أن يمس المصحف، وإذا مر بآية سجدة يسجد. نعم.